الحملة اللقاح في المغرب الحمد لله هي منظمة ومحكم فيها وقطعت عدة أشواط والآن احنا في الشوط نقدروا نقولوا الأخير تاع تطعيم الساكنة المغربية بهذا اللقاح وحنا اليوم راه تنفوتوا ما يزيد على 17% من تطعيم الساكنة وهي رهينة تزويد المغرب باللقاحات وكيف تعرفوا الحملة بدأت مدة شهور وكان عندها يعني مراحل المرحلة الأولى هي تلقيح الصفوف الأمامية فهذا الشوط هذا تجاوزناه وكان كذلك تلقيح الناس اللي عندهم واحد الهشاشة في الصحة كبار السن وهذا الشوط كذلك احنا تجاوزناه والعملية اللقاح وصلت الآن الناس اللي من 55 سنة لتحت فاللي نقدروا نقولوا بعد أولا ربحنا من هذه العملية اللقاح أنه الناس اللي عندهم هشاشة الصحة استطعنا باش نحميوهم ضد هذا المرض فالآن الناس ديال الصفوف الأمامية أغلبيةهم خداوا الجرعة الأولى والجرعة الثانية فالآن بقات العملية مستمرة لتطعيم الساكنة الأخرى حتى نصل إلى 70% إن شاء الله ديال المناعة الجماعية اللي مستهدفة من هذه الهيئة ديال العملية ديال اللقاح كما تعلمون هناك ضغط على الصعيد العالمي لتزويد كل الدول عبر العالم بهذا اللقاح والمغرب ماشي حصري في هذه العملية المغرب بغى تزويد باش يطعم الساكنة ديالو وفي هذه الآونة الأخيرة سمعتوا الخطاب ديال الرئيس تاع الهند اللي تطالب من الدول اللي غادي يجيبوا لقاح ديال أسترازينيكا اللي هو تيتم الصنع ديالو بالمعهد سيروم اللي كاين في الهند أنه هاد البلدان كلها هي تحلى بالصبر واللي من ضمنها كاين السعودية والبرازيل والمغرب كذلك وهذا تعني بأنه ممكن يكون واحد التعطل في تزويد المغرب بهذا اللقاح وماشي غير الأسترازينيكا ديال اللي في الهند حتى الولايات المتحدة أعطت أموال باش ساعدت الشركات اللي ينجوا اللقاح وهاد الشركات فيها كمثلا موديرنا وكذلك جونسون اند جونسون ولكن شريطتها أن هذاك اللقاح يستفدوا من الأمريكان هما الأولين ومن بعد عاد يمكن تشوف الدول الولايات المتحدة في تصدير لدول أخرى وهذا معنيتها بأنه يقدر يكون واحد التأخير في عملية اللقاح ودابا كي تتشوفوا جميع البلدان عبر العالم تتشوف كيفاش تلقح الساكنة ديالها ومن بعد عاد تتشوف في العملية أخرى ديال تصدير اللقاح فالبلدان اللي ما عندهمش التكنولوجيا ديال تصنيع اللقاح تتبقى رهينة هاد الدول اللي تتنتج هاد اللقاح هو المغرب عنده واحد الخطة هو المغرب عنده برنامج هو المغرب حدد أهداف وفي نفس الوقت توصل بجرعات من أسترازينيكا وكذلك من سينوفارم وتقريبا 8 مليون جرعة اللي وصلت كلها وصلت للساكنة الآن كاين واحد النقص لتزويد الخزان ديال المغرب باش يمكن يزيد يستمر في هذه الوتيرة ولكن تزويد هذا الخزان تيكون هو رهينة هذه الدول اللي تتنتج هذا اللقاح فالمغرب ما عندوش خيار إلا يلتجه لدول أخرى اللي تصنع هذا اللقاح لتزويد ديالو أو لا يتسنى
هاد الدول حتى وكان تعطيه هاد اللقاح ما عندوش خيار، ما كاينش خيار ثالث باش يمكن المغرب يعني يستمر في العملية ديال اللقاح. هو ضروري ومؤكد يكون عنده لقاح وتزويد الخزان ديالو المركزي باللقاح، وهذا اللقاح تيجي من الدول اللي تصنع هذا اللقاح. فهاد الدول اللي تصنع هذا اللقاح هي تتقول الأولوية للساكنة ديالها، وحتى تكمل هذه العملية ديال التلقيح في الدول ديالها هذه يمكن لها تنظر في الدول الأخرى. ناخذوا الهند، هما ما يفوق على 600 مليون، فلازم هاد 600 مليون تاخذ لقاح عادي يمكن تبدا تشوف الدول الاخرى ومن ضمنها المغرب. وهي فعلا هاد يعني اتخاذ هذا القرار بعد الدول المصنعه اللي تتزود المغرب غادي يمكن يعطر العمليه ديال اللقاح المستقبليه في المغرب. فهاد اتخاذ هذا القرار تيجعل المغرب باش يتجه لمصادر اخرى لتزويده باللقاح. فالمغرب منذ البدايه الغايه الاولى اللي عنده بغى يكون عنده واحد اللقاح، فهو بالطبع عنده طلب ديال 65 مليون جرعه، وتيصعب على شركه واحده باش تعطيه 65 مليون جرعه. لهذا كان تعدد المصادر، في البدايه كانت استرازينيكا، كان سينوفارم، وفي هذا الاخير ترتقي بانه امكانيه اتجاه السبوتنيك، وكذلك امكانيه ديال اتجاه ديال استرازينيكا دو لا كوري دو سود، ديال كوريا الجنوبيه. لانه المغرب عنده هدف واحد، هو بيحمي الساكنه ديالو وبغى غير اللقاح، ماشي هو اللقاح تيكون رهينة الشركة الفلان الفلانية. لأنه إذا كان شركة واحدة تعطي 65 مليون جرعة مرحبا، كانوا جوج مرحبا، كانوا ثلاثة مرحبا. المغرب بغى 65 مليون جرعة باش يمكن يسدي الحاجة ديالو، وهذا هو الشرط اللي هو اللي تيطالب المغرب وتيعمل عليه، وهذا هو اللي تيدفعو باش يعدد المصادر ديالو، ربما وعسى يوصل. ولكن تيبقى دائما رهينة الدول الأخرى اللي هي تتنتج هذا اللقاح اللي تعطي هذا اللقاح. وما ننساوش كذلك بأنه المغرب تيتسنى القسط ديالو اللي تيجي من ذاك كوفاكس، يعني اللي تيجي على طريق المنظمة العالمية ديال اللقاح، اللي عنده واحد جوج المليون ديال الجرع اللي تيمكن تتساهم فيها كذلك لتطعيم المغاربة.